المغاربه كاملين كما كتشوفوا حاليا في القهوه. نحاول ما امكن نقل لكم الاجواء ديال الجماهير المغربيه في المقاهي والفرحه ديالهم ان شاء الله بالغلبه. كنتمنى كنقول الفرحه ديالهم كنتمنى النتيجه اللي كنظن جوج صفر ان شاء الله كنتمنوا غلبوا جوج صفر. كنتمنى نفوزوا في شي مباراه ان شاء الله في المغاربه ونتلق بهم ونتلق الاسماء اللي عندنا في التشكيله المغربيه ان شاء الله. يلا خليكم من الاجواء ديال البارديدو. بيس. دابا صلاة الشوط الاول المباراة ديال المنتخب. صراحة الاستحواذ كاين بالحق شي لاعب ديال الكرة ما كاينش. كنتمنى ان شاء الله في الشوط الثاني يتحسن اللاعب يكونوا شي هجمات يكونوا شي تهديدات اللي تقدر تسجل منهم المنتخب كله. اما بهذا اللاعب هذا صراحة الكرة عندهم بالحق ما كاينش شي تهديدات مرة الفريق الخصم صراحة مهم. باقيين مأمنين بأننا نغلبوا وصراحة ما كيهمنا لا بلا والو كيهمنا في الآخر النتيجة اللي كانت النتيجة غادي تنسينا في أي حاجة دارت. كنتمنى إن شاء الله في الشوط الثاني يقدموا اللي جهدهم كاملين إن شاء الله على الأقل باش يحققوا النتيجة ديال الغلب. ما كيهمناش اللاعب أكثر ما كيهمنا النتيجة ديال الغلب لأن كاملين بينا إن شاء الله قلوبنا مع المنتخب. قلت مهم جدا اللعب على هذا الحل الاستراتيجي وهي الكرة الثابتة Thank you.
وسط الميدان المنتخب الوطني يلعب مزيان ولكن النجاح ما كانش هادشي اللي كيلزم على المدرب انه يتخذ اجراءات لازمه ويعمل تغييرات لازمه باش يقدر الفريق الوطني يمشي بعيد في هذه البطوله هذه ويفرح الجماهير المغربيه والشعب المغربي. يعني رغم الاصابات يعني لاعب اياكس مصاب مصراوي وجهد ولكن الحمد لله يعني فيرون الارض خدا تغييرات يعني مهمه في المقابله. رونار ماشي هذا السبب ديالو في المقابله الدور القادمه كنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني. هذا مزيان انا ماشي من تطور اللي كاين جيت تفرجت هنايا. لا لا فرصه ما كاينه حتى الخير وما ماركاش علينا بخير ديما المغرب المنتخب له علاقه صحافه سيرو كيهضروا على المنتخب تحيه للناس اللي كتستاهل المنتخب من قلب وكتعرف الكره على المنتخب مصطفى عرق اكثر منه في القهوه خايب قوات على الحاله تحيه للدراري اون فاميليا وشكرا لكم الحمد لله على الانتصار هذا ولو انه كان بشكل انفس المباراه كانت دفاعيه صراحه منتخب نبيبي ترجع يعني ما خلاناش لعبوا باريحيه حتى المنتخب الوطني صراحه العقم كاين هجومي صراحه ما كاينش القرص اللي غير ماركي الهدف الحمد لله جات الهدف نيران صديقه المهم هو تسلل باش لعبوا باريحيه ان شاء الله في مباراه كوت ديفوار وكذلك مباراه جنوب افريقيا ان شاء الله اللي كنتمناه هو ان يتحسن شويه وفرحوا الجماهير المغربيه لانها متعطشة صراحه الالقاب والانجازات انهم محرومين صراحه وعندنا منتخب واعر ولكن الهجوم ما كاينش صراحه. مدرب المدرب هو انه دائما يفكر في اللاعبين اللي غيعطيو الاضافه ماشي اللاعبين اللي غادي صراحه اللي تقالين وفهمتي يعني كاين شويه انت كمشجع المدرب والشخص مرغوب فيه حاليا بهذا المستوى اللي بان به اليوم يعني بين وبين نعطيوه فرصه اخرى مع المنتخب كوت ديفوار جنوب افريقيا ونتمنى ان شاء الله يكون اداء احسن واحسن كما شفتوا شفتوا بعض التصريحات ديال الجماهير المغربيه حول الاداء ديال المنتخب المغربي دابا نعطي التصريح ديالي انا في الفيديو ديالي انا اول حاجه غلبنا هذا اهم حاجه الهدف الاول والاخير هو ثلاثه نقاط والفوز من المباراه لكن الصراحه الاداء ديال النخبه الوطنيه ماشي مشرف ماشي داكشي اللي كنا كنتسناو حنا يعطيو لنا الصراحه عندنا لاعبين مستوى كبير 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 مستوى عالمي صراحه لكن شفنا مردوديه ضعيفه ولكن الحمد لله باننا غلبنا كنتمنوا في المباريات القادمه ان شاء الله يحاولوا ما امكن يطوروا من المحتوى ديالهم يطوروا من اللعب ديالهم باش نحققوا انتصارات الصراحه الشعب المغربي محتاج انتصارات محتاج للفرحه محتاج الصراحه للغول محتاج لكاس افريقيا وان شاء الله كنا واخا المباراه الاولى ما كانش شي لاعب كبير لكن غلبنا كنا مجندون مورا المنتخب المغربي وثيقين فيهم ان شاء الله يقدروا يجيبوا الكاس من مصر الشقيقه.